إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من العظام وهي رميم، قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله.
الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما
شاء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر النفعة سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Yeah.
الشتاء والصيف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب أعطيناك الكوثر. Thank you.
فصل لربك وانحر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الكوثر. فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حقا صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا